يا الله يا كريم. عندك ابو نرجس هاي تنفخ روحها يمكن هاي اللي عندك ايش حالات انت جيتينا الثانيه منين يعني هاي هلا هلا راح تنفخ روحها انا اريدها تنفخ روحها هلا 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 والله الو ابو نرجس هلا 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 بس دغدغه نقول لك دغدغني دغدغني هاي شنو تدافع عن نفس عود هاي مت النفخ هيك تدافع عن نفس بس هاي سامه شباب خل رجعها حرام طوفت شنها ضلها وحتها طقيتها في خيطك وراحت اي راحت عليك حمامة راحت عليك هسه نفلس لها الماي وقف تريد نفلس هم مزاجية هاي السمكة من ساعة ما نفلس لليودر هسه اجى السمك ناعم شوية شعري برطام لازم تفلس له شوية الله عمي الريوق يعني بنص البحر هذا الشاي المعدل يا الله يا الله يا كريم اجواء جميلة بحر بنص البحر ريوق حلو مرتب وهاي الخيوط ها خيط بيدك والريوق قبالك ما تقدر تفارق خيطك شو تسوي بهالحالة هاي يا الله يا الله هاي الخبزة الحلوة والمرتبة والريوق السنة شغل سريع بسم الله يعني بها حظ لا لا سمكه بها حظ يعطي اخضر وياكم ما شاء الله ما شاء الله وي خوش هري ما شاء الله ما شاء الله صلى الله على محمد وعلى محمد احسنت بنت هاي ام الدوبه جبناها هاي بنتها بنتها هاي يا الله يلا ردها هاي اختها الاصغر منها بسنة ما شاء الله هاي الشعرية بعيون احلى قروب ثانية بسنة يعني عيون السيد عمي حبيبي حبيبي العافية كفو وجه طيب عيني مو ملي عيني للشعرية طيب. انا بيش الكيلو انا عندك شعري شنو عندك تخبل هاي ودي بشرني شعري يا الله وانا هم جبتها وياك جبتها وياك حمودي عاش صور العمانية والله والله ارفعها ارفع عليها ما شاء الله كفو كفو والله
كيف لك عاش؟ وانا هاي بيدي لا لا وحدة عندي وحدة وانا قاعد اصور. اه لا لا احمد لا تخرب خيطي. كفو والله عاش. هاي اللي معدل يا عمي ما شاء الله ما شاء الله. اه قص صدريني وانا هاي وحدة بيدي. هاي الشرير اللي معدل عنه ما شاء الله زينبي هنا والله. يلا يلا حمودي الله يا الله. يلا حمودي يلا لك عاش شعرين معدل عاش. احنا ندور عليه راويني. اقرب 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 عليها لا تنطيها شغل عدل بالعافية. تستاهل سيد رافع تستاهل. عاشوا والله عاشوا شوف عاشوا شوف. الله ما شاء الله شعري شغال اليوم. زينبي حبيبي والله. تعالي يا حلوة تعالي يا حلوة خيرك دير بالك وخيرك. ها بعيد عنه اسحب شنو انا ادري شنو حميد هاي ما ادري اول مره اشوف هاي شنو ابو قاسم اسم شت حرام. هاي هاي تندل اي انا اسم شت حرام بس والله حلوه شكلها يخبل. بشرني هلا 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 بس لا تروح حرامي بسرعه 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 لا تشيب 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 اذا سمكه محترمه هاي سمكه سمكه محترمة ها والله محترمة ما شاء الله ما شاء الله. قو قو علي كيف لا او شنو حظك اليوم انت اذا سجلت يا الله اللهم صل على محمد يا الله يا رزاق يا كريم اخوك الطيب عمري انا صار الله يمكن ما تستحون تقولوا له تعالقه قاعد بصوت
كفو 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 ايوه عشر روحك يا مو شو اسمه او ما من يوصل سام راح يقعد هنا شلون؟ سام راح يقعد هنا جمران قاعد مكان وها سوي زلق المشكله خله على مجمد خله زلق لا صبح خله بس زلق هنا هنا لزق ها كلب اوي ولك ما ينطبوها راح تشلع راسه شباب هذا الرجع هذا ما نخله هذا العيون ابو نرجس يرجع غالي شو حسن بصحن انا وسام بصحن بس قلنا يا الصحن وين ابو حسن هذا بدا طلع ابو حسن هذا بدا عيب يا خطار يعني استاهل احلى غدا شلون شو اسمه شلون العيون ابو حسن الف عافيه ابو حسن الف عافيه اليوم الثاني من السفرة غداء فاصوليا.